اللي خلاني افكر في كده ان احنا كلنا عندنا عيال وبيوت، لو ما اشتغلناش مش هنعرف ناكل في الزمن اللي احنا فيه ده. والكورونا خرب البلد، مش احنا بس، كل القهاوي قفلت و90% مش هنفتح، ولازم افكر في اي حاجه تخلي لهم عيشه انا وعيالي. شغالين وكويسين وبنكسب وكل حاجه ماشيه تمام، ومره واحده لقينا من نقيض لنقيض، من صنايعي بيروح كل يوم ب 100 جنيه اللي مش لاقي 10 جنيه يروح بيه، صاحب مكان بيروح ب 500 جنيه مش لاقي 50 جنيه يروح بيه، ال 50 جنيه حتى ما بقتش موجوده. والنهارده هنعمل ايه؟ فاضطرينا نعمل اي نشاط. كنت قهوجي بتعامل بنزل شيش وانزل شاي وانزل قهوه، فجاه لقيت نفسي ببيع قوطه وخيار وفلفل حريم. فالحريم في الاول كنا بنسمع طبعا تريقه، بس كانوا بيشجعونا بصراحه، ازاي قهوجي شغال خضري؟ ده مش مجالك، ده مش شباب اشتغل خضريه. قلت لهم هي دي اكل عيش وده اكل عيش، احسن من اقعد في البيوت.